علاج دوالي الساقين. مرحبا وأهلا وسهلا بكم أعزائي وأحبائي بالله في هذه الحلقة الجديدة، والتي أردنا توضيح علاجا لدوالي الساقين. حيث يعتبر أعزائي علاج دوالي الساقين بسواء بالعلاجات الجراحية أو بالعلاجات التي يتم استخدام فيه الأشعة التداخلية، والتي يعتبر من أفضل العلاجات في وقتنا الحالي، حيث يتم علاج الدوالي من خلال إدخال قسطرة رفيعة داخل الوريد المصاب الذي توجد به ترسبات وتجمعات دموية، وبتوجيه من الموجات الصوتية. كما يتم استخدام أيضا جهاز دقيق يبعث من خلاله موجات تردد حرارية، مما يؤدي إلى كي الوريد المصاب وإغلاقه إغلاقا تاما بإذن الله سبحانه وتعالى. وإلى اللقاء أحبائي وأعزائي بالله.